باستا الكانيلوني وكريمة للطبخ 1 لتر. بالنسبة لمقاديرها: 1/2 كيلو دجاج صدر مفروم خشن، بصل كبيرة مفرومة ناعمة، 2 ثوم مهروس، 4 حبات بندورة مفرومة ناعمة بدون إشر، بهارات إيطالية ورشة جوز طيب وفلفل أسود زائد ملح. هذا بالنسبة للكانيلوني اللي رح نبلش فيها حاليا مع الست كفاية. تفضلي. هلأ بدي أقلي، حطيت الزيت. تمام. زيت قلي، وبدي أقلي البصلة. هنا بصل مفروم. هلا رح احط الدجاج بعد ما قلبت البصلة. فضل. حطيت ثوم، احط جوز الطيب. فضل. بهارات ايطالية. هاي البهارات بتكون جاهزة، هي اسمها بهارات ايطالية، صح؟ مش خلطة، هي مزيج بين روزماري واورجانو وريحان. حلو، يعني بتقدر تخلطيها في البيت ولا بتشتريها جاهزة؟ بتقدر تخلطها بالبيت، بصير برضه. وفلفل اسود مطحون. حلو. رشة ملح، الملح حسب الرغبة، أنا ما بحب أكثر. هلأ رح أضيف صوص البندورة. حلو، يعني إحنا بلشنا بالزيت، بعدين منقلب البصلة ومنقلب الثوم. تمام. بعدين منحط الدجاج، منحط ملح وفلفل، رشة قرفة، رشة جوزة الطيب، ورشة بهارات إيطالية. بعدين من آخر إشي منضيف الصوص البندورة. هلأ عندي جبنة فتة، بحب أحط معها جبنة فتة. حلو. أنا ما كترت ملح لأنها هاي الجبنة كتير مالحة. حلو. هي أنا جبتها ملح قليل، بس يعني احتياطا لما ست البيت لازم تحط شوي ملح، مش كتير. طيب، راما كيلاني. بحط جبنة برميزان. برميزان كمان. وبحط جبنة شدر. حلو. 3 أنواع جبنة. 3 أنواع جبنة. حلو. هلأ هاي بتسيح كلها مع بعض. هلأ رح أضيف كريمة. حلو. هذا لتر كامل. نص لتر لأنها هي صغيرة. أوكي. نحن بس بوصفتنا كاتبين لتر. لتر لأني أنا عملت جهزت واحدة كبيرة. فنحن اللي حطينا الجاجات 1/2 كيلو هدول ولا أقل؟ لا أقل. يعني مشان الستات إذا عملوا المقادير ما تخلص. لأني أنا بدي أعمل واحدة صغيرة. هلأ أنا المقادير اللي أعطيتها رح تعمل بايركس أكبر من هذا. حلو. يعني نحن المقادير حطيناها اللتر لنص كيلو. أيوة. حلو. بس نحن فعلياً عم نعمل أقل شوي. إحنا فعلياً عم نعمل أقل. هلأ هاي معكرونة الكانيلوني بنحشيها. هلأ أنا بالنهاية حطيت لها رشة جبنة برمزان ورشة تشيدر، وهلأ هيك بنفوتها على الفرن لمدة 25 دقيقة فقط. حلو. 25 دقيقة قديش درجة الحرارة بتكون؟ درجة حرارة 200، وبدنا نحطها بالوسط. حلو. مش لا تحت ولا فوق. حلو. شكرا على المتابعة، ما تنسوا تشتركوا في القناة لحتى تشوفوا كل جديد في دنيا يا دنيا.